السلام عليكم الاخوان، معكم عماد، نتوما على القناه ديال عماد مصطفى. اليوم جيت نهضركم على الراديتور اللي دخلت للسوق. الراديتور ديال الزيت اللي كتركب خلاص الكاتريام، اي واحد عنده كاتريام موتور كاتريام كتركب له هذا الراديتور. هذا غادي نهضر عليه اليوم، ديال السيماتيك. هادي هي الراديتور ديال الزيت، ما عمر ما شاف الراديتور ديال الزيت. هي هادي راه كتبرد على الموتور، وخصوصا في هاد الصهد هادا ولا في هاد السخونة هادي. واحد إلا كان تلقاها قدامه علاش لا ميديرهاش، كتبرد على الموتور ضروري، كتبرد على الموتور في هاد الصيف وهاد الحر هادي اللي كنعرف كتعرف البلاد ديالنا راه الحراره كدوب الحديد. اللي بغى يساهم في يعني في الزياده ديال البروده، احسن يدير هاد الراديتور. هادي الراديتور شنو كيجي فيها، شوفوا دابا شنو كيجي فيها بالضبط. هادي هي الراديتور صغيره تقريبا، هانتم شوفوا يدي صغيره، شي حاجه كبيره بزاف. وكاين الراديتورات كبار، كاين اللي كيكونوا كبار كيكونوا قد هكا، كاين المهم هادو هما اللي خلقوا اللي خرجوا دابا في هاد الوقت هذا. الراديتور ديال الزيت صغيره كتجي مع السيماتي، كتكون بوحدها، هي كتعطي واحد المنظر زوين وحتى الخدمه ديالها زوينه. كما قلت لكم الراديتور هي هادي، كتجي بها الديكور هذا زوين، كتزيد واحد الجماليه للموتور، وكتبرد ماشي غير صغير، راه كتبرد على الموتور. احسن كون كانت كبيره شويه، كتعاون، هكا صغيره شويه المهم ما بيهاش. معليش شو كيجي فيها الراديتور، فيكسيبل ديالها تيو ديال الزيت، تيو عادي بحال ديال الغاز، رابطه الغاز، المهم عادي الزواق صافي مزوق هكا. وصلنا الكاطره، خلاص الكاطره هي اللي مهمه. هذه اللي مهمه، الا ما كانش هادي راه ما كاين والو، كاين الاني وكاين الروتور. كما قلت لكم هذه اللي كتركب في الكلاس، كتركب في الجنب. ها انتما كما تشوف الخروج والدخول ديال الزيت، هادي اللي كتعاون، هادي اللي كتدخل الزيت وكتخرج في الكلاس، لحقاش كلاس كاع الزيت كطلع معاها في البومبا. ديك الساعة كتوصل حتى لهنايا، كتوصل حتى للراس ديال الكلاس، هذا هو اللي خلاص من هنا مين كتخرج الزيت، من هنا مين كتدخل، هنا مين كتخرج، هذا هو اللي كيساهم في الدوران ديال الزيت. راه كتكون عندك في الكلاس، كتكون عندك بحال هادي، كلاس عادي كتكون فيه هادي، كتكون في الجنب. أي كلاس كيما بغا يكون تلقى فيه هاد البياسة في الجنب، كتحيد هادي وكتعوضها بهادي. تمام، خلصنا الكوليات، الكوليات ديالو من كيتشد، هادو كي دير الكوليات ديال هادو كارت سميتو ديال الراديتور، كيشدو الراديتور هاكا باش تبلاصيها. وكاين نوع وكاين شكل بزاف. هادو خلاص الريوس ديالو، حصل الطور، الكوليات ديالو و الجوان ديال هذا المخلص مهم. الجوان هذا كما كنقولوا اي بياسه خص ضروري ليها الجوان فيكسيبل. المهم اي واحد بغى يركب هذا الراديتور، هذه اي واحد بغى يركبها ممكن يركبها، ما كاينش مشكل. بالنسبه للكاتريام اللي بغى يركب الراديتور ديال الزيت، راه ممكن تركبها في اي موتور كما بغى يكون ديال سي 50 سي 100 سي 90 سيماتي كاتريام 5 ولا باش ترجع اي كاتريام ممكن لك تركب فيها هادي. تامنا اي كاتريام كيما شفتو، وضروري فاش تركبها كتزيد الزيت على الاقل، تزيد واحد تقريبا تزيد واحد جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان، لحقاش مادام الزيت كطلع حتى لهنا حتى هي خاصها تعمر بالزيت، ميمكنش غديرها بداك الزيت اللي فيها، خاصك ضروري تزيد واحد تقريبا. خصنا نعرفو شحال كتعمر هاد، لحقاش كل راديتور بشحال فيها ديال العمريه، كاين اللي كبيره كاين اللي صغيره،
هادي بالنسبه للبقرات تكون المهم هادي يعمرها كاس الله اعلم كاس ديال الزيت يعمرها كاس كاسونس يعمرها خاصك دير بحساب هادي خاصك تعمر هادي هي الاولى عاد كتبرونشيها مع الموتور تمام هادي الشيء اللي كاين على الرادياتور تبارك الله عليكم نتمنى تتابعوا القناه ديالي جيم بارطاج بلا ما نوصيكم معكم عماد سلام